انطوائيات الشخصية سواء منها الرقمية أو النصية تتكون والمكونة من مقاييس قياسية أو اسمية أو ترتيبية يجب تحليلها بما يناسب مقياسها بغض النظر عن كونها كمية أو نصية. فمثلا عند تحليل النوم، متغير النوم، لا يمكن وإن كان نوعه رقميا استخدام أساليب التحليل الوصفي وحساب المقاييس كالمتوسط الحسابي والانحراف المعياري وغيرها. إذا هذه البيانات حتى لو أنا عملت لهم يوم عليك، حتى لو رمزتوها بيانات شخصية، حتى لو رمزتوها خاصة الاسمية منها، حتى لو رمزتوها لا يمكن احتساب ايش؟ مقاييس الكمية والتحليل الوصفي له ما عدا ايش؟ الاوزاع التكرارية والفئة التكرارية، التوزيع التكراري والشكل البياني، التوزيع التكراري والشكل البياني. هذه واحد. عند إدخال متغير العمر مثلا، يمكن إدخال هذا المتغير بمقياسين. عند إدخال متغير العمر كأحد متغيرات الشخصية، يمكن إدخال هذا المتغير بمقياسين. أحدهما القياسي، المقياس ما يسمى بالمقياس القياسي، أو المقياس الفئوي بين قوسين الترتيب، المقياس الفئوي والترتيب أو الترتيب بين قوسين الترتيبي. حيث تختلف عملية التحليل لكلا النوعين من حيث استخدام الأساليب الإحصائية. فالشكل القياسي المتغير يمكن أن نستخدم جميع أنواع الأدوات بما فيها احتساب القياسات أو المقاييس المختلفة. تلوصف والانحراف وإدراك الثقافة الإحصائية عليها، وإدراك
الإيران الاختبار الإحصائي عليها. ما؟ إجابة المقاييس أو القياسة الإحصائية المختلفة. تم القياسة والانحراف. أيوه. أو إجراء وإجراء الاختبار. أو إجراء الاختبار الإحصائي عليها. إجراء الاختبار الإحصائي عليها. أما في المقياس الفئوي لهذه البيانات خاصة، ما هيش أقول البيانات حق الاستبيان الاستقصاء الآراء، لا هنا في جانب آخر، لكن البيانات الشخصية هو الحاجة، البيانات الشخصية لا يمكن إجراء.